هنالك من زاد على الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والحاكم عن سيدنا عمر عندما قال يعني إن أتيح لي أن أسبق أبا بكر اليوم فلسوف أسبقه اليوم، وجاء بنصف ماله ظانا أن أبا بكر لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، ثم وجد أن أبا بكر جاء بكل ماله فقال أنا لن أستطيع أن أسبق إذن سي أبا بكر أبدا. هذا الحديث في هذا الشكل الذي ذكرناه رواه أبو داود والترمذي والحاكم. نعم، وهنالك قول كلام للمحدثين في بعض أسانيد هذا الحديث. المهم نعم الحديث صحيح في مجمله، لكن بعض الناس زادوا على هذا الحديث شيئا لا أصله. قالوا إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عندما استاق كل ماله، قال له إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ قالوا فطافت النشوة برأس سيدنا أبي بكر وقام يرقص في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا هذا لا في الصحاح ولا في مدون الصحاح. والأخطر من هذا أن بعض الناس بنوا على هذا الحديث الذي لا أصل له شيئا، والآخر لا أصل له لا مستند. يعني الرقص أثناء الذكر، نعم أنا أقول الرقص لأن العلماء هكذا سموه، علماء الشريعة الإسلامية في مراجعنا ذكروا ذلك بهذه العبارة. نعم، فأجازوا لأنفسهم أن يقوم الإنسان أثناء الذكر فيتواجد ويتمايل ونعم يتثنى وإلى آخر ذلك. ما الذي ينبغي أن نعلمه في هذا؟ أولا هذه الزيادة التي ذكرتها لكم لا أصل لها. طيب، هذه أولا. إذا وما بني على باطل فهو باطل أيضا. طيب، إذن فلنسأل سؤالا آخرا بقطع النظر عن هذا الحديث له أصل أو لا أصل له، ما حكم القيام في حالة الذكر وهذه الوضعية التي تسمى الحضرة؟ بكلمة جامعة أقول لا حرج في أن يقوم الإنسان أثناء الذكر فيذكر الله واقفا، كما أنه لا حرج في أن يذكر الله جالسا، كما أنه لا حرج في أن يذكر الله متكئا، لا حرج. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. المهم أن يتسم الذاكر لله بالأدب، هذا هو المهم. قمت تذكر الله واقفا تأدب في وقوفك، ذكرت الله جالسا تأدب في جلوسك، لا حرج. فإذا قام إخوة يذكرون الله وقد تشابكت أيديهم ووقفوا جميعا متأدبين متخشعين يذكرون الله عز وجل يخرج لفظ الجلالة من أفواههم كاملة الله الله، جيد لا حرج. ولو أن فئة من المنشدين كانوا ينشدون أثناء ذلك أيضا لا حرج. لكن أين يكمن الحرج والإشكال؟ في أن يتحول الوقوف إلى تثن وحركات تخرج صاحبها من اللياقة والأدب. ذاكر الله ينبغي أن يكون شديد الأدب مع من يذكره، أليس كذلك؟ نعم. ثم ذاكر الله عز وجل إذا ذكر اسمه ينبغي أن يذكر اسمه كاملا، وأن لا يخفي لفظ الجلال ويستبدل بلفظ الجلال ما يشبه الحمحم والهمهم وما إلى ذلك، لا. هذه هي آفة ما يسمى بالحضرة. فإذا زالت هذه الآفات فلا حرج، لا حرج عندئذ. يعني ليست الحضرة بحد ذاتها هي الشيء المبتدع، لا، لكن ما يتسرب إليها هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه.
مجرد الانحناء لا حرج، وكان أصحاب رسول الله عند ذكر يتمايلون لا حرج، لكن هذا القفز الذي لا داعي له والتثني هذا ما قد منعه العلماء. العز بن عبد السلام منعه وهو سلطان العلماء، ابن حجر الهيتمي منعه، ابن عابدين صاحب الحاشية نعم منعه، وكل من نعلم الإمام القرطبي في كتابه تفسيره منعه، الكل منعه. لكن إذا قمنا نذكر الله وقد تشابكت أيدينا ولفظ الجلالة يظهر جليا واضحا بألفاظه بحروفه كلها نعم، ووقفنا بأدب وتحركنا بأدب أيضا نعم، ولا حرج أن يكون هنالك إنشاد، لا مانع لا مانع. لكن المشكلة هذه الحركات الزائدة. نعم إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. لو أن إنسانا أخذ ولم يعد يعلم ماذا يصنع، لم يعد يملك نفسه نعم، ففي هذه الحالة لا حرج، لكن لا ينبغي لنا أن ننتقده، هو معذور. لكن الذين لم يقعوا في هذا الوجد ينبغي أن يكونوا متأدبين. الإمام الغزالي أيضا في كتابه الأحياء حذر منه نعم. المهم أن هذه الزيادة التي يرويها بعض الناس من أن سيدنا أبو بكر قام يرقص ويتواجد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لم يثبت بشكل من الأشكال.